السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن سلسلة الحفظ والتخزين اللي بدأناهم وأهمهم هو حفظ الليمون لرمضان، ومش بس لرمضان، أكيد لطول السنة. النهاردة هقولك على أسهل وأضمن طريقتين بستخدمهم في حفظ الليمون، بيفضل عندي الليمون طول السنة وعمري أبدا محتاج ليمون وما لاقيهوش. وكمان هقولك إمتى أستخدم كل طريقة وإزاي نستفيد بالليمونة كلها، حتى قشرها مش هنرميه، كل حاجة ليها استخدام في الليمونة. وأهم حاجة إن الليمون بيطلع طعمه مش متغير، وهقولك رأيي بصراحة إيه أحسن طريقة فيهم. ونبدأ بسم الله. أول طريقة عندي هي طريقة سهلة لما فيهاش مجهود كتير. هتجيبي كمية الليمون اللي عندك اللي انت عايزة تخزنيهم او تحتفظي بيهم، هتغسلي الليمون كويس جدا وهتنشفيه، وهتبدأي تقسميه في اكياس تلاجة، وكل كيس هتحطي فيه تقريبا حوالي ربع كيلو، ما تكتريش عن كده علشان الكيس ما ياخدش معاكي حيز كبير في الفريزر، وعلشان كمان لما يكون في كمية كبيرة هنفتح ونقفل علشان نسحب الليمون، فكمية الفتح والقفل على الليمون هتكون كبيرة، فممكن ريحته او طعمه يتغير، واحنا طبعا مش عايزين كده. طبعا الليمون بكده بقى متجمد خالص زي الحجر، علشان بقى نستخدمه هنحتاج ان احنا نطلعه كده قبلها بحوالي ربع ساعة او 10 دقايق. وفي كوباية هنحط شوية مية ونحط فيها كمية الليمون، اهم حاجة بس المية تغطي الليمون. هنلاحظ بعد كده بعد دقايق مثلا ان الليمون فك معانا خالص، هنفتحه بالسكينة عادي وهنعصره، وهتشوفه هيطلع معاكو كمية حلوة جدا من العصير. طبعا الليمون اللي في ايدينا او الليمون اللي في الكيس هنرجعه بسرعة الفريزر، مش هنستنى او نسيبه بره لحد ما يفك. الحلو بقى في الطريقة دي بصراحة ان هي بتنفع جدا، او امتى انا بستخدمها؟ مع الليمون الصغنن خالص اللي هو لو جينا نعصره واحنا لسه شاريينه، ده ما بيطلعش معانا عصير. لما يجي معاكي بقى الليمون ده، هو ده الليمون اللي انت تجمديه. ليه؟ لان احنا لما بنطلعه بعد كده من الفريزر بيطلع معانا كميه عصير كبيره زي اللي انت شايفاها معايا دلوقتي. طبعا لو كنت عصرتيه وهو طازه ولسه جايباه بيكون ناشف جدا على ايديكي، بيوجع ايدك وانت بتعصريه، وفي نفس الوقت ما بيطلعش غير نقطتين ثلاثه ليمون. لكن دلوقتي ما شاء الله كميه العصير اللي طالعه اضعاف كميه العصير اللي عصرتها لما الليمون كان لسه جاي. وكنت احب طبعا ان انا اصور الليمون قبل ما اجمده، انا ما عملتش اي خطوه غير اني بس غسلته ونشفته وحطيته في اكياس. كنت بس عايزه ان انتوا تشوفوا الليمونيه قد ايه صغيره وقد ايه فعلا هي ناشفه وما بتنزلش عصير. عموما جربي الطريقه دي لما يكون عندك الليمون الناشف الصغير ده، الطريقه دي هتكون حلوه جدا، وكمان هتوفر لك الليمون وقت طويل جدا في الفريزر. والطريقه الثانيه عكس الطريقه دي، هنحتاج فيها بقى الليمون الكبير اللي بيدينا اكبر كميه عصير. هنا تقدري تختاري نوع من النوعين اللي هقولك عليهم دلوقتي، يا اما الليمون البلدي وهو للاسف غالي شويه، ممكن بقى تستبدليه بالليمون المستورد اللي هو متوفر دلوقتي في السوق، هو سعره حلو حوالي تقريبا 5 جنيه دلوقتي، وبيطلع كمان كميه عصير كبيره، ممكن يكون منجز معاكي في الميزانيه طبعا، او تجهزي بيه ليمون رمضان. بس طبعا البلدي افضل بكتير جدا. لو اخترتي البلدي هتنقي طبعا الليمونيه الكبيره اللي تسهل عليكي الشغل، وفي نفس الوقت تحسي ان فيها كميه عصير كبيره علشان طبعا انت هتخزنيه. وخلي بالك لو هتشتغلي بالليمون المستورد، لازم الليمون المستورد ده تنقيه كويس جدا، لان ساعات كتير فيه من جواه بيكون بايظ، ويكون الليمونيه طريه من جواها كده وما تكونش حلوه، فاختاري الليمونيه الناشفه اللي ماسكه نفسها، كده كده هي هتنزل معاكي عصير لان برده حجمها كبير. والليمون الاصفر عموما بيكون فيه عصير اكتر من الليمون الاخضر، ده بالنسبه طبعا للليمون البلدي. ومفيش كميه محدده، الكميه اللي انت هتجيبيها من الليمون هي الكميه اللي انت هتعصريها. انا استخدمت ليمون بلدي اصفر غسلته كويس جدا، ولازم خطوه ان احنا نغسل الليمون ده حتى لو هنعصره، اولا لان احنا هنستخدم القشر، تاني حاجه لان احنا واحنا بنعصر ايدينا بتلمس العصير وبتلمس الليمونه، فمش هينفع طبعا ان احنا نستخدمه وهو مش نظيف. وعندي كوبايه كده بحب اعصر عليها الليمون، لان هي فيها حواف كده حاده، فبتطلع معايا اكبر كميه من عصير الليمون، يعني بجد بتاخد العصير كله اللي في الليمونه، فدي بصراحه بتساعدني جدا، افضل من العصاره، واني افضل افتح واقفل في العصاره واظبط الليمونه واحاول ان انا اضغط عليها علشان انزل كميه عصير، بتوجع ايديا وما بتدينيش النتيجه اللي انا عايزاها. لو عندك حاجه بتريحك في العصير اعصريه بالطريقه اللي انت تحبيها. بعصر على الكوبايه، وبيكون في كوبايه تانية جنبي بملاها، علشان لا قدر الله لو الكوبايه بس اتعوجت مني او حاجه، ودي حصلت معايا اكتر من مره، بيوقع كل كميه العصير اللي انا عملتها، وطبعا بكون ايه في غايه الاسى من المجهود اللي راح على الفاضي. بعد ما بخلص بقى الكميه كلها بجيب المصفى السلك وبصفي الليمون علشان مش عايزه فيه البذر بتاعه، وطبعا البذر ده انا مش هرميه، بجيب طبق جنبي وبعد ما بصفي الليمون كويس جدا بحط فيه البذر والتفل بتاع الليمون، وبيكون عندي هنا العصير صافي. خلصت الكميه كلها، باخد بقى العصير ده ببدا اقسمه بالطريقه اللي انا حباها، عندي البذر وتفل الليمون وعندي العصير صافي، خلصت كل كميه العصير اللي انا عصرتها. هتيجي بقى مرحله ان احنا نعبي العصير بتاعنا، عندك هنا اكتر من اختيار، ممكن تستخدمي اكياس التلاجة، وممكن تستخدمي الازايز بتاعه الحاجه الساقعه اللي هي فضيت عندك. دي ازايز انا كنت محتفظه بيها من فتره، بلاش طبعا نشتري الانواع اللي احنا عارفينها علشان نجيب الازايز ونستخدمها، لا طبعا اي ازايز عندك هتنفع، اهم حاجه ان هي يكون حجمها صغير، هقول لك ليه، وكمان تكون بلاستيك علشان طبعا ما تفرقعش في الفريزر. واخر شكل ممكن نحفظ بيه عصير الليمون، وهو احلى طريقه فعلا انا بحبها، هو مكعبات التلج. هنصب العصير الصافي في مكعبات التلج، هندخله الفريزر لحد ما يتجمد معانا خالص، بعد كده هنطلعه، هنقسم المكعبات دي في اكياس، يفضل طبعا لو اكياس سهله الفتح عشان نسحب منها ونقفلها بمنتهى السهوله، ونبدا نسحب مكعب بمكعب على قد الاستخدام. الطريقه دي سهله في الاستخدام، بتطلعي المكعب
مكعب تحطيه على كوبايه العصير اللي انت عايزه تعمليها، او تحطيه مثلا على السلطه والمخللات والصوصات والطحينه واي حاجه انت عايزه تعمليها، بتحطيه في ثواني بيدوب على الحاجه اللي انت حطاها عليه، وبيكون معاكي طعمه وريحته حلوين جدا وما تغيروش. وبكده بكون مليت كل الازايز اللي عندي. الازايز طبعا بدخلها الفريزر وبنساها تماما، لما احتاج بقى استخدمه بطلع ازازه وبسيبها تحت في الثلاجه، هي كده بتفك شويه بشويه على مهلها خالص، بستخدمها بتفضل معايا لحد ما بخلص الازازه من اول نقطه في الازازه لاخر نقطه. اوعدك ان طعمها وريحتها مش هيتغيروا خالص، اهم حاجه. او ممكن حتى تنقليها في ازازه ازاز بعد كده وتحطيها في الثلاجه عادي جدا، بس طبعا الازايز البلاستيك دي علشان الفريزر عشان ما تفرقعش. بس باكد عليكي الشرط الوحيد اللي هيضمن ان يفضل طعم الليمون معاكي ما يتغيرش هو ان انت تكوني منقيه من الاساس ليمون حلو ما فيهوش اي حاجه كده مضروبه او اي حاجه مفعوصه، علشان ده بيخلي في ليمونايه واحده ممكن تبوظ عصير الليمون كله او تخلي طعمه متغير شويه. وخدنا بقى الطفل كيسناه، كيسته في كيس كده سهل الفتح وفردته كويس جدا، لما احتاج منه حبه هكسرهم وهقفل الكيس كويس وهرجعه تاني في الفريزر. طبعا هقدر استخدمه بقى في المخللات، يعني لو انا بعمل كده برطمان مخلل بدل ما احط ليمون وعصر ليمون واتعب نفسي، انا كده هحط مركز طعم الليمون في المخلل. وطبعا ايه، احنا مش هيفرق معانا هو في بذر او لا. ودلوقتي ما بقاش فاضل معانا في الليمونه غير قشرها. قشر الليمون بقى اللي احنا جمعناه ده ممكن نستخدمه بطريقتين. اول طريقه ان احنا نخلي قشر الليمون بعد ما عصرناه، وما تستغربوش طبعا ان انا بخلي قشر الليمون، لان قشرة الليمونة هي بنية الليمونة وهو ده اللي احنا بناكله في المخلل وما بنحسش خالص بوجود العصير او لا. وهتلاحظي بعد ما تسلقي قشر الليمون علشان تخلليه ان رجع القشر تاني كانه نص ليمونة عادية وتشبع بالمية ومش باين ان هو قشر الليمون معصور. وبعد ما بيتسلق بتكملي خطوات التخليل العادية، سواء هتعمليه ليمون سادة او ليمون معصفر. هسيبلك برضو في صندوق الوصف الطرق اللي خللت بيها الليمون، ممكن تعمليه باي طريقة من الطرق دي. ودي طبعا بتكون فرصة حلوة جدا ان انت مجمعة كمية كبيرة من القشر في اثناء التخزين، وهتعملي طبعا برطمان حلو جدا باذن الله تكليف رمضان، هيكون مستوي وتحفه وزي الفل. وده بقى الشكل بعد ما سلقت شويه من قشر الليمون، شايفه بقى ازاي مش واضح معايا خالص ان ده كان قشر الليمون. ومش لازم ان هو يتخلل في نفس اليوم اللي عصرتي فيه الليمون، لو مش قادره تشيليه في الفريزر وبعد كده طلعيه وخلليه زي ما انا عملت، ما كنتش قادره ان انا اخلله، جمعته كله في الفريزر وبعد كده طلعته في يوم تاني وخللته. اما الطريقه الثانيه اللي ممكن تستخدمي فيها القشر هو التنظيف بالقشر. هتجمعي طبعا القشر اللي عندك وهتسلقيه، وهتاخدي بقى ميه السلق دي هتستخدميها في التنظيف، في التعقيم، في تلميع الرخامه وتعقيمها طبعا، علشان احنا بعد ما بنستخدم الرخامه طول اليوم بنبقى محتاجين ان احنا نطهرها ونعقمها، هتدي ريحه حلوه للمطبخ. ولو حطيتي عليها صابون غسيل الاطباق وبداتي تغسلي بيها السيراميك وحوض الوش والبانيو هتنضف معاكي الجير اللي بيكون فيهم، ولو كمان حوض استانلس ستيل هتلمعه وهتنضفه، والفرن والشفاط وحاجات طبعا تانيه كتيره. اما عن رايي في الطريقتين، واحسن طريقه انا بفضلها هي بصراحه الطريقه التانيه، لان هي طريقه سهله جدا طبعا ما بتاخدش مكان، بخزن الليمون وبطلعه بستخدمه على طول، ما بحتاجش ان انا اعمل في اي حاجه تانية، يعني هي بتكون بصراحه سريعه ومنجزه. واسهل واحده فيهم هي طريقه مكعبات التلج، بتطلعي المكعب بتستخدميه في ساعتها. لكن زي ما قلت لكم لو عندكم ليمون ناشف الطريقه الاولى بتكون مناسبه جدا بالنسبه له، لان هي بتطلع منه اكبر كميه من العصير. وبس كده، هي دي كانت حلقتي، بشكركم جدا لمتابعتكم. لو عندكم سؤال سيبهولي في التعليقات، واضغطوا لايك لو عجبكم الفيديو، وشاركوه مع الناس المهتمه بموضوع الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.